ماشي كابتن عبد الحليم علي، المدرب العام السابق لنادي الزمالك. كابتن عبد الحليم، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ تحياتي ليك وتحياتي لميدو. ازيك يا حلو؟ ازيك يا ميدو؟ ربنا يوفقك يا قلبي. ربنا ربنا يكرمك. يخليك يا حلو. طبعا يا عبد الحليم، يعني مفيش حد ابدا يقدر ينكر دور الكابتن حلمي ودور الجهاز اللي كان دور الجهاز اللي كان معاه. والحقيقه يعني انتوا مسلمينا فرقه يعني اتعمل باين ان هي اتعمل فيها شغل جامد جدا. طبعا عبد الحليم علي ده راجل يعني يكفي ان هو الهداف التاريخي للنادي الزمالك، وعلى المستوى الشخصي هو عارف طبعا ان هو اخوك كبير. يعني رأي حضرتك ايه؟ اولا انا كلمت ميدو امبارح، وكلمت الكابتن احمد عبد الحليم، وكلمت الكابتن عبد الرحيم محمد، ولسه مش فاهم كلم طارق وباركت له واتكلمنا. وانا على المستوى الشخصي اللي بيقوله ميدو ده هو نفس اللي جوايا من ناحيته، احنا عشره كبيره جدا. وفعلا انا بالنسبه لميدو يعني فعلا اخ اكبر وصديق، وزمالك ملاعب فتره كبيره جدا، وبننتمي لنادي كبير هو نادي الزمالك. نفس الروح اللي جوه ميدو هي نفس الروح اللي جوانا طول عمرنا، الحمد لله بفضل ربنا. هو بيتمنى لي الخير وانا بتمنى له الخير طول عمرنا. انا كنت اتمنى هو يكون في الملعب، وهو كان بيتمنى انا اكون في الملعب. ما اعتقدش في يوم من الايام ميدو اتكلم عليا كلمه مش كويسه، وانا الحمد لله لا عمري ولا هتكلم على ميدو كلمه مش كويسه. انا سعدت جدا ربنا كرمه، وكنت الحمد لله امبارح كلمته وباركت له وقلت له انا وراك، يعني احنا كجهاز فات واحنا كابناء نادي الزمالك احنا وراك بقوه، وربنا يعينك ان شاء الله في المهمه اللي انت توليتها ديت. ونجاح ميدو هو فعلا نجاح لي انا شخصيا، ونجاح للجهاز الفني، ونجاح لنادي الزمالك كله. هو ربنا يعينه على المهمه ديت فعلا، ربنا يكرمه وربنا يعينه هو والجهاز الفني. المهمه صعبه وربنا يعينه ويحقق طموحات جماهير نادي الزمالك، وميدو ان شاء الله قادر على دوت. واحنا انا قلت له امبارح ان احنا في ظهره، سواء احنا موجودين في نادي الزمالك او بره نادي الزمالك، وانا ان شاء الله بعمل هاجي له وهاجي له التمرين وهبقى على معاه. بس يا رب اتمنى ان شاء الله ان انا اخدمه واخدم نادي الزمالك، سواء انا موجود او مش موجود. دي الروح اللي احنا موجوده عندنا، وعايزين بقى نغير الفكر بقى ان احنا النهارده جهاز يمشي، فبالتالي يطلع يقول حاجه مش كويسه على الجهاز الجديد، او يطلع يقول حاجه على مجلس الاداره بشكل مش كويس. لا، الموضوع ده انتهى. احنا بنرسخ النهارده بقى قيم ومبادئ ودفاعنا جيل جديد، ان احنا كلنا ابناء نادي الزمالك، ان احنا النهارده اي حد هيجي يخدم نادي الزمالك فاحنا وراه وبقوه، ونجاحهم هو نجاح لنا شخصيا ونجاح لنادي الزمالك اللي كلنا بنسعى نعمل له حاجه. ميدو الناس المحترمه جدا، صدقني والله فعلا انا سعدت ان ربنا كرمه واخد المهمه دي، بس انا بشفق عليه. المهمه صعبه، هو جاي في ظروف صعبه جدا، ربنا يعينه. الامور الماديه سواء في نادي الزمالك او في انديه مصر كلها الامور صعبه جدا. ميدو خلاص بقت عليه مهمه، العظيم شهاده ان انا جاي مره من نادي الزمالك وخلاص. المهمه صعبه جدا خلاص، الجمهور دلوقتي حطه في مكانه، بتطلبوا بطولات، بتطلبوا ان هو يعمل فرقه محترمه، بتطلبوا ان هو يرسخ بقى قيمه مبادئ لجيل جديد طالع نادي الزمالك. فربنا يكون في عونه، وانا تبني تحت امر نادي الزمالك، وانا ان شاء الله في ظهره بامر الله. وعلى المستوى الشخصي فعلا انا ميدو بحبه جدا، وربنا يكرمه ان شاء الله كده ويوفقه وسعادته صدقني وتوفيقه هبقى سعد لينا. كابتن عبد الحليم، الحقيقه يعني مداخله محترمه جدا، مداخله يعني بالنسبه لي يعني متوقعه من شخصيه الحقيقه زي حضرتك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بتمنى لحضرتك كل التوفيق. كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر كابتن عبد الحليم علي.